ودي ضيعوني من بنتي وخطيبها وصاحبة الخدمة معاها، ضيعونا بزاف، ضيعوني أنا، ضيعوا لي بنتي، كبسوهم محنوهم، غنتابع معاهم وليدي، وجرت سيدنا جرت الملك عطانا الحقوق ديال وليداتنا، مكاينش حد كيقول بنتي تقتل ولا بنتي ولد وقع لها بحال هكا، مكاينش شي مسلم كيقول ولد جارو كيقول بحال هكا، على جرت الملك. على وكيل العام، على خالي، على داك سميتو الوكيل، ما يبغيش هو بنتو يبقى عليها بحال كل ولدو، خايف يحكم بحال اللي حكم على واحد قاتل بنتو، كنطالب حقوق ديال بنتي، كنتابع معاهم تيقتلوهم، تابع حيت بنتي اللي كتهزاني، بنتي ضيعوا شباب بنتي ضيعوا ليها، بالك الوليدات، نتسنى الحقوق ديال بنتي، دابا غير الجدار ميجيو الدوسي. انا ما عارف مقارن والو، ما عارف تحياني جيت معاهم سيني جيت معاهم، ما عارفش انا كاعلاش سيني، قالك سيني صايم ما عارفش على سيني، طلب الله سيدنا جلالة الملك عاش محمد السادس، طلب الله سعد جلالة الملك جمعية يعاون السادة باش يحكموا على دول الاعدام باش ميبقاش يقتلوا حتى واحد، انا ما عندنا كنعمل تكنسة شوية مع مريضة راس تكنسة، الحمد لله تبقى انا واقفة. مشيت فهمت راسي يدي بنتي حطي في الروض البارح العيد، فهمت وجيت دخل السبيطة تيقول لي بنتك ما بيناش، باقي ما تخافيش انا مقابل الموت ضحية داك الموت الشحور، قالت لي اللي قتل بنتي، قالت لي بنتك تموت منا، قالت لي راه شفتها، وانا ما دخلتش وعائلة مجرمين دخلوا لي قبل ما قتلوا انت في السبيطة. انا خطرا باب انا المرحومة اللي توفات، بغيت نقول لكم اش اللي وقع نهار السبت في الليل، احنا ما فراسنا والو، وقعت كسيده في الطريق، ماشي كسيده عاديه، يعني جريمه قتل، يعني فيها عصابه متكونة من 12 شخص، تلقاو لهم في الطريق، اختي كانت في الخدمه هي وصاحبتي خدامه مجوجات، خرجوا مع الخدمه مع ديك 12 على الليل، مشى عند محمد جايبا هادو طلعوا متعشاو عند خالتي سميه عارضه عليهم، صافي غيتعشاو وغيهبطهم، أكثر شنو ما طلعوش عند خالتي سميه، غادي في الطريق خرجت لهم عصابة، حطوا لهم خشبة في الطريق باش يتعكلوا كيشيروا عليهم بالحجر، الخطيب ديال اختي ما قدرش يوقف، كثيرة ما تقدرش تكون بكثيرة من كثيرة خلف البوط، المهم كانوا هما الأسباب ديال الموت ديالهم. صافي وقع اللي وقع، جات لامبيلونس، جاو صحافة تمايا داروا كسيدة بأن راه مكيناش الإنارة، حنا ما في خبرنا والو، ختي كاين معاها الصاك ديالها كلهم معاهم السكن ديالهم، داروهم مجهولين، ما قالوا حتى حاجة، ما قالوا لنا ما عيطوا لينا، ما حتى حاجة ما في راسنا، حسن مات محمد شابة التليفون كتشوف شي لايف، تكتب لها النمرة ديال المطار، قالت لها ولدي خرجوا كيقلبوا صافي لحقاش على السبيطار ما لقاوش نمرتنا حنايا صافي شي بقى كيوصل هادشي حتى اللي غد ما تنشع النهار صافي صاروا علينا صافي صاروا علينا من الطاكسي اللي كيجي خشي ما كيجيبها صاروا علينا قال لي راه قال لي ما تقولهاش الوالده ديالك راه اختك راه في السبيطار هي سمحة محمد وامينه سمحة محمد راه مات كنقول له واش كضحك معايا صافي قطعش عليا قلت انا غنمشي ماما كتسمع صافي جلسنا بجوج بغينا نمشيو عاود صالة عاود تاني قال لي لا راس محمد راه مات وحتى أمينة راه ماتت وخشيك راه باقا في السويطار كنقول له لا ما يمكنش صافي زدنا شنو غادير في الطريق ركبنا وصلنا السويطار سولنا كبرنا دريامي حتى ما عرفناش شكون عاد قال لنا راه صاحبتها وهادي قلنا لهم عطاني المواصفات قلنا راه باقا حيه راه حال مسقيه خشي ما كانتش باقا حيه سكن فقت لها الدماغ ديالها والقلب كان خدام كانت هي في غيبه ما كدويش صافي هادشي اللي كاين صافي ملي دخلنا صافي الدرية الاخرى صافي ديما داكشي قالت لي مراها بان راه عصابه خرجت لهم في الطريق دارت لهم مشى الخوشي داروا مشى الخوشي وعلم بالحجر هما كانوا سبب الموت ديالهم كل ما دويتش الدريه ما كانتش غتشعل في الحقيقه كان هادشي كان غيبقى كسيده عاديه والحق ما غيبانش صافي صاحبتها ماتت الله يرحمها محمد مات في البلاصه صاحبتها ماتت الغد اختي ماتت بامن وراهم ولكن ما دفنتش اليوم اختي ماتت نهار الحد وما دفنتش نهار الثلاث
قضيت بخلوها. سمعنا بأن رباب كنت هي المعيل الوحيد تاع العائلة عندك. أنا رباب هي اللي كانت خدامة علينا، هي اللي كانت هازة مينتها، مينتها مريضة، هي اللي كانت هازة الدواء بكل شيء. غاتقول لنا راك صورت معاها وشتي الحالة ديالها كي دايرة ما كاينش اللي تكفل، كانت هازاني أنا وليداتي. هي اللي كساتنا في الايد كل شيء. قبل رمضان كتفكر كتقول صحاباتها خاصني نجمع الفلوس، ما خاصني نصرف بزاف باش نوفر لهم اشخاص باش نكسب الدراري ونكسي هادي، وكساتهم وفرحانه كتعاونيها نهار الجمعه في القصاريه، ومشينا القصاريه وجينا والسبت في الصباح وهذاك صافي. جات دورت مع ماما ودورت معايا انا وعطيناها واحد التريكو باقي جديد لبستها وفرحات وكتضحك. مشات تكات نفسات وفوت جوج تاع النهار مشات للخدمة ديالها. تقريبا شحال من واحد البارحة عيطوا لنا جندر، مشينا مشادين 12 واحد وسألونا واش غنتابعوهم، قلنا لهم ايه غنتابعوهم هنا ولهيه، مايمكنش هذاك حق ضحايا ماتوا ماتوا شهداء، يعني ماشي يعني ماشي هما باغيين يموتوا بحال هكاك، موتة مغدورة. صافي قالنا غنغد جيو راه جيو المحكمة غيكون التقديم ديالهم، حنا جينا الآكل نتسناو، قالوا راه دخلوهم باقي ما تخماش ما عرفناش اش كاين اش واقع تما. وانتوما الأخت ديالك ما فينا كانت حنينة فيكم تجاسوا بالخبر ديالك. أختي كانت حنينة فينا، كانت حنينة فينا، حنا اللي الهم ما حنا، حتى أنا صحاباتها كانوا جالسين معايا كيبكيو كيقولوا أختك خشك كتجيب داك الشيء تشي بزاف امك. انا قبل خشي قبل ما تموت كتقول لماما كتقول لي انا اللي غنسبقك انا اللي غنموت قبل منك. وقبل ما تقول شان صاحبتها في الصالون شي اخر عبد الصالون صاحبتها قالت لها قالت لها قالت لها انا غنموت قبل ماما، وداك الشيء اللي قالت هو اللي وقع. اختي ماتت قبل من ماما. مطالب ديالنا انا شوف باغي ناخذ حقنا من هادو اللي كانت تسبب في جريمة القتل ديالي، الضحية بثلاثة ومن هادوك المسؤولين اللي مسؤولين على هذيك الطريق اللي محفرة والإنارة ما كانتش حتى بدات كيبان تتشوهوا عاد بداو كيديروا في أي شعلة في الإنارة تما، علاش ما كنفكرتش؟ حتى شرفكم تشوهتوا عاد بديتوا كتبانوا ماكم ما بنتي شحال هادي، ولكن ما الهضرة ماشي دابا، وأنا كنتمنى الآن اللي كيسمعني حنا محتاجين المساعدة، كنتمنى شي محامي، محامي يطلع ويجي يتكلم في القضية ديالنا، بغينا حقنا يبان، راه ما كاينش اللي غادي في حقنا، حنا راه ما عندناش وما تحلناش، سلح الله شي خذ لينا حقنا، حنا راه غادي نلعب القضاء، حقنا دار خدمتي الشد 12 واحد، حنا راه كنقولوا دابا راه غادي في خدمتهم، وبغينا محامي اللي يتكلم بهذا الشيء باش ياخذ لينا حقنا، وما بغيناش نمشيو هكاك. مشي الضحايا وكان خسيرة لحد الآن، راه نهار كامل من البارح في المحكمة قال عليها والبارح تبن وتعقد في المحكمة أختي، ما بغاش تبن بغات تاخذ حقها في الدنيا عاد تبن، وحتى بان حقها عاد البارح أختي رجعت في قبرها ودفنت، ولحد الآن أختي ما مرتاحاش، راه ملي خرجوها من الأمور ديال الرحمة راه علقناها، راه كتبان كلمة لك بيضاء بيضاء، علقناها ووعدناها حقها يبان حقاش اختي الصغيرة هذيك اختي اللي كانت عقارية عنا، ما كانش اللي كان قاري عنا بابا الله يرحمه، كان عندنا الله وميتي وميتي اللي هزتنا من صغرنا، هزتنا من صغرنا، ملي مرضت اختي اللي بقات عزانا، تخدمت رمضان كامل مسكينة كتحفظ في الكود ديال بيرمي، ما في عقد تحدو فهمتي عندي بيرمي، في الاخر تغدرت لا ما تغدرش. ما خاصهاش تهضر بحال هكاك، حقها خاص يبان، حقها كنتمنى كلشي، يدوي على حق اختي، حق اختي وحق محمد وحق أميرة، حقهم يبان، يبان لها كلشي، وحتى المسؤولين اللي كانوا سباب في هذيك الطريق المحفرة والإنارة ما كايناش، خاصهم يتحاسبوا، والمجرمين خاصهم يتحاسبوا، كلشي خاص يتحاسب، كاع اللي كان سباب الوفاة ديالهم خاص يتحاسب. اختي ما ماتتش هكاك، ما ماتتش موتك الله، ماتتش موتة مغدورة، ومشات شهيدة، لا هي اسم محمد لا أمينة، مشاو شهداء، وهما غيتحاسبو ولا ولهيه، وحنا الإعدام اللي عطاهم الإعدام راه قليل فيهم، حنا ما نكرهناش، قسما بالله شي دابا، جيبوهم جيبوهم باش نلقاهم قدامي،
وما يبقاش ليا، والله ما يبقى فيا حقاش رفاوني في اختي، اختي اللي كانت قاريه عني. كذب عليك انا اختي في الغيبوبه كنصلي وكنطلب ربي كنقول يا ربي تبقى اختي، انا نموت في بلاصه تبقى هي حيه،